يسعد صباحكم. اليوم رح نحكي عن احتكاك وإصابة وتر الركبة يلي هي تابعة لعضلة الكوادريسبس. هذا الوتر بيصير في احتكاك والتهاب نتيجة الضغط الزايد عن اللزوم بأدائنا الطبيعي بالنهار أو نتيجة تمرين زايد عن اللزوم أو أساوي زايدة بيعمل ضغط عليه لهذا الوتر. بهيك حالة بيصير الوتر يعمل احتكاك وبيصير يعمل أذية خصوصاً مع العودة للحياة الطبيعية ولأعمالنا اليومية. فينا نعمل كذا إجراء لهالموضوع. أولاً يلي هو بيكون الشخص نايم على ظهره، رح نعتبر إنه هيدي هي الإجرة المصابة. رح يكون الشخص نايم على ظهره لحتى يتمكن من الالتزام بأكثر فعالية ممكنة للتلج، لأنه رح نستعمل تلج لحتى نخفف من الآلام. إذا كان في أي نوع من الورم البسيط فينا نتخلص منه بالتلج، فينا نخفف من الالتهاب بالتلج كمان. بهاي الحالة بيكون الشخص نايم على ظهره، بنحط كيس تلج هون لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. من بعدها فينا نعمل تمرين يلي هو تمرين الكوادريسبس، بس بطريقة بنسميها ايزومتريك، يعني ما بنستهلك المفاصل، ما بنحرك المفاصل لا الركبة، بس بنحرك مفصل الورك. بهاي الحالة بيكون الشخص مرجع اجره لورا، الركبة ممدودة كليا، وبيطلع الشخص فيها لفوق من تلقاء نفسه، بيخليها على مستوى الرجل الثانية. هون بثبت 1 2 3 4 5 وبينزل على البطيء. بنعملها هيدي بتعداد 7 أو 8 مرات على 3 جولات. التمرين الثاني بيكون الشخص نايم على جنبه الأيسر. هون نحن عم نصيب العضلات يلي بنسميهم عضلات الأدكترز، يلي هن بيخلوا الإجر تفوت لجوا. من هون بيحط الإجر السليمة بهاي الوضعية، بتكون الإجر المصابة بالوضعية التالية بتكون مستقيمة كليا، والشخص بيطلع فيها لهذا الحد كمان بنفس الموضوع، 1 2 3 4 5 وبينزل، ونفس التعداد كمان. التمرين التالي هو تمرين لتقوية عضلات الهامسترينجز والجلوتيس. الشخص بيكون نايم على بطنه، نفس المبدأ، بتكون الرجل مستقيمة وبيطلع فيها بشكل عمودي، هي مستقيمة. هون بيخليها نفس التعداد كمان، 1 2 3 4 5 وبينزل بيرتاح. التمرين التالي هو لحتى نقدر نصيب عضلات الجلوتيس ميديس وشي بنسميه تنسر فيشيالاتا، يلي هو رباط اكتيف بيشتغل كوظيفة الوتر. بهاي الحالة إذا كانت المصابة هي اليسرى بينام الشخص على الميلة اليمين، بتكون الرجل السليمة مطوية تحته كرمال حقق راحة للحوض. الرجل المصابة بتكون مستقيمة كمان وبيطلع فيها بالشكل التالي، كمان بيثبت نفس التعداد وبينزل. نحن بنشتغل هول العضلات كلياتهم لنقدر نحاوط الركبة بعضلات قوية، لأنه مثل ما بنعرف الهامسترينجز بينزلوا على الركبة، كمان بنفس الوقت العضلات يلي هلا مرنهم بينزلوا على الركبة، الكوادريسبس بينزلوا على الركبة، وكذلك العضلات الداخليات بينزلوا كمان على الركبة. هيك بنقدر نحقق عودة أفضل للحياة الطبيعية، للأعمال اليومية، وبنقدر نخفف من حدة الالتهاب، وبنقدر نخفف من الضمور يلي ممكن يكون ناتج لو كان بسيط عن هيدي المشكلة وهذا الالتهاب. يعطيكم العافية.